رائعين. سوبر. اليوم سوبر 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 انتعاش. اليوم حسينا احنا فعلا في احلام توشتيني. مساء الخير مريم واهلا وسهلا فيك. بونسوار تمام، كيفك؟ سافا؟ مريم ليه صايره قد البقره؟ مريم حسين وبيدها الاستكانه مالت الشاي المغربي. الشاي المغربي ترى انت حاله خاصه، ما نخلي احد يمسك شيء بيده اثناء. حبيبي ثانك يو، ذاتس سو نايس، ثانك يو سو ماتش. اذا لا تصدقين وايد. يلا نقول الو. الو الو هلا شيماء. يا حلو كعبك يا حلو بجامتك. يا بجامتي؟ لا خالتي مو بجامه، مو بجامه. حتى قالوا عنك بجامه حلوه. لا مو بجامه. منو معي؟ معك مصطفى من لبنان. مصطفى يا مصطفى، كم الاغنيه؟ كم الاغنيه؟ رمضان كريم. اوكي رمضان كريم. يعني عملت مشوار وجيت على لبنان، اول مره بتجي على لبنان؟ ثاني مره. عملت مشوار حلو وجيت قصدك. شكرا. بس ما اجيت لعندك، جيت للبنان. برضو اجيت للبنان. بتخافي من الاماكن العاليه؟ لا انا عندي فوبيا من الاشياء المسكره. وقت ما كنتي في الصندوق في اول الحلقه خفتي؟ لا خفت لما خرجت وشفتك. ايه حكايتك مع الملايات؟ انا كثير بقرف. يعني عندي فوبيا عن النظافه. مش باينه عليكي. وايه كمان؟ انت يعني ايه كمان حاجات غريبه بتقرف؟ بتنامي عادي؟ لا انت مالكيش دعوه بيا، انا اللي بسال. يا ليلة الأدب. أعتقد إنه راح يكون في راح يكون في قوليها بالإنجليزي. قلت إنك ضد البوس في الافلام. هو اول حاجه عشان خاطر ربنا، ثانيا انا عمري في حياتي ما بوست في افلام، عمري في حياتي ما جبت فيديو كليب وجبت بنات بترقص معايا وحضنتها، ما فيش الكلام ده. حتى لو مت الواد ده فعلا عمل افلام وعمل وعمل وعمل، عمره ما بس في فيلم ولا حضن حد في فيلم. بس انت بوست بوسه فين؟ ايه بقى؟ الفستان الأحمر اللي ظهرتي بيه على أفيش حلاوة روح بيرمز لإيه؟ الفستان الأحمر؟ أه فستان، ماني مذكرته. أرانج شوي طلون فستانك ده معناه علشان تشدوا الناس، تشدوا الجمهور. أشد الناس بفستاني؟ طب ما أنا موجودة على أفيش. هو الفستان الأحمر دايماً؟ لا ما أنا موجودة بيبقى للإغراء للإثارة، فبيستخدم لجذب انتباه الجمهور. هو أنت لابسة أحمر النهاردة عشان تجذبي انتباه الجمهور، ولا أنت عاجبك كبنت لابسة فستان أحمر عجبها؟ هو ايه يعني ازاي يبقى معاه اصلا ويفكر في غيرك؟ تسلم يا عمري، بس قصدي يعني اذا جرب يفكر. احلى صوت، احلى شخصيه، احلى طباخه، احلى ست بتعرف تعامل الراجل. يعني اصلا انت فعلا بتعرفي تعاملي الراجل، انا اتعلمت منك. تسلمي. حاجات كتير. اول ما اتعلمتي اتطلقتي يا عمري. لا يعني موضوع.